خلينا نبعد عن الفور، نبعد عن الكلام ده، نشوف تحضير النادي الاهلي للمباراه. النهارده التحضير او بدايه المباراه ما كانتش جيده برضو من لعيبه النادي الاهلي، كان واضح عشان جيد. يعني احنا زي ما بنتكلم ايه اللي لينا لازم نتكلم ايه اللي علينا. مظبوط، قلنا في اجهاد خلال السفريه، كان في ضغط عصبي كبير خلال مباراه صن داونز، وانت كنت بتحضر المباراه كان فيها ضغط عصبي كبير وليها توابع السنه اللي فاتت. كنت اتمنى النهارده، وانا قلت لك في بدايه التحليل بتاعنا قلت لك النهارده مباراه لازم يكون في تحضير ذهني كبير للمباراه. مظبوط، التحضير الذهني مهم جدا. النهارده كان التحضير الذهني قليل، ظهر في بدايه المباراه في الكوره حتى اللي شاطها لاعب سموحه ومحمد الشناوي بدا يعني خدها بيد واحده، خدها بيد واحده وراحت، كانت ممكن تكون فيها خطوره. في لعيبه في النادي الاهلي برضو، واحنا بنقول الكلام ده احنا عايزين مصلحه اللعيبه وعايزين الفتره الجايه تبقى احسن. هوجه رسائل للعيبه معينه، يعني النهارده لاعب زي احمد الشيخ، احمد الشيخ بقاله فتره مريح، مباراه صن داونز الاولى، مباراه صن داونز الثانيه في جنوب افريقيا مريح. النهارده عندك مباراه وانت مريح لازم تبقى بدنيا، قتال في الملعب، روح لازم تكون اعلى من كده. يعني احمد الشيخ نفسي النهارده يتفرج على ديانج وعمرو السليه اللي بيلعبوا خلال الفتره اللي فاتت، احمد فتحي وانا هاجي لك، واحمد فتحي، عمرو السليه وديانج اللي بيشاركوا الفتره اللي فاتت بصفه مستمره. شوف الجري، شوف الروح، شوف القتال، شوف الالتحامات. نفس الكلام احمد فتحي اللي دلوقتي، احمد فتحي بنتكلم في لاعب عنده 34 سنه، شوف القتال بتاعه، شوف الروح، شوف الجري. هو ده اللي مفروض يا احمد الشيخ لازم تكون دايما عليه في مباريات النادي الاهلي، سواء مباراه وديه، سواء تمرين، سواء مباراه رسميه. ما ينفعش ان انا تظهر في مباراه وتقل في مباراه ثانيه، لا، لازم دايما مبارياتك مع النادي الاهلي تكون بنفس الشكل. برضو مروان محسن، انا بتكلم الكلام ده، انا ما بنتقدش اللعيبه، بالعكس احنا هنا قناه النادي الاهلي دايما بنساند اللعيبه وبندعم اللعيبه وبنساندهم وبنقف جنبهم، بس محتاجين اكتر منهم، من مروان محسن، من احمد الشيخ، من حسين الشحات، محتاجين اكتر واكتر. ان الفتره اللي جايه احنا الحمد لله يعني الدوري انت فارق فيه وعندك فيه اريحيه، لكن احنا بنتكلم عشان الفتره اللي جايه، الفتره الجايه مهمه جدا، عندك بطوله دوري، عندك بطوله كاس، عندك بطوله بطوله افريقيه، كل الجماهير بتستناه وكل الجماهير بتستنى كل لاعب، فلازم دايما تكون ليك بصمه في كل مباراه. احنا ما بنعيبش على الحكم ده، احنا بالعكس احنا بننتقد برضو لاعبتنا وبنقول على السلبيات اللي علينا، وفي رغم ده كله في ايجابيه. النادي الاهلي النهارده وهو مطرود، شوف الروح بتاعت اللعيبه بقى، شوف النهارده انك انت عايز تتعادل، شوف انت ناقص وعندك رامي ربيعه اطرد النهارده، لكن اللعيبه وانت بتلعب ناقص في روح انك انت عايز تعوض، والحمد لله ظهرت في الثواني الاخيره. شوف اليو بادجي وهو نازل النهارده، لا يعني اضاف مع التغييرات بتاعته، نزل محمود وحيد في الوقت القليل بدا يعمل جبهه وبدا يعمل خطوره. ففي لعيبه النهارده برضو برغم الحاله اللي كان على لعيبه النادي الاهلي، في لعيبه النهارده اجادت برضو بشكل كبير.